مسلسل المعلم. طيب مسلسل المعلم احنا كلنا يعني عارفين مسلسل المعلم ومصطفى شعبان وانتصار وحدوته. يعني هي المسألة بالنسبة لي انه انتصار طلع بدور شخصية اسمها فوز. طيب بس طلع طبقا، انا ما شفتش لسه الحلقات عشان برضو تبقى انتصار عارفة، لكن الناس كلها بتقول طلع بدور شرير جدا. فانا اول ما قالوا لي انها طالعه بدور شرير جدا قلت لهم والله متوقع. طبعا انتصار دلوقتي هتقول لي عايز تقول ايه، صح ولا انا غلطان؟ كل سنه وانت طيبه انتصار، رمضان كريم. يعني انت اصلا ملاك معروفه وملاك بجناحي، يعني سبحان الله. انت عشان بتحبني ربنا عالم اصلا. والله انا فعلا بحبك، ربنا فعلا عالم، يعني بحبك جدا. ايه حكايه انك انت طالعه بدور شرير جدا زي ما الناس عماله تكتب؟ شخصيه فوز اخت الجنتل في مسلسل المعلم على قناه الحياه طبعا شريره طبعا جدا. شريره، بس شريره بقى اللي هو المودرن الحديث الجديد اللي هو التكتكه والهدوء واحده واحده، لانه قدامنا خصم برضو الناحيه الثانيه في الجانب بتاع الخير برضو بيتكتك وبهدوء واحده واحده، والعمر الطويل النفس الطويل اللي هو الجانب بتاع الفنان مصطفى شعبان اللي هو بيقوم بدور المعلم. ايوه. ومعاه بقى فريق الاطياب الناس الطيبين كلهم. طيب. زي الاستاذ احمد فؤاد سليم وفتوح احمد وحسن العدل وعلاء زينهم، شله كبيره جدا. دول الطيبين، دول الطيبين. انت مع الاشرار؟ انا مع الاشرار. طيب. بقى المتمثلين في سلوى خطاب وطارق النهري واحمد بدير. اوبا اوبا. طب انا طبعا اجزم ان انت شخص طيب، بس مساله بالراحه وبالتكتكه وبالعقل وبالتخطيط ده برضو جزء من انتصار نفسها الحقيقيه. صح، الطيبه. انتصار الطيبه بس اللي بالتكتك. ايوه مش كده ولا ايه؟ ولا انا أيوة صح. ولا انا بلبخ؟ ما تقولي لي. لا 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 بالعكس، هو اساسا اي حد بيبقى ماسك بيزنس او في الشغلانه في كارير بيبقى لازم يبقى بيخطط. صح، بيخطط، يعني عارف هيعمل ايه بكره، هيعمل ايه الاسبوع الجاي، هيعمل ايه السنه الجايه، بيتمنى يبقى ايه كمان 10 سنين. ما بس سايب نفسه للتيار كده، يعني اللي هو يتقاذفه التيار يمين وشمال. يعني انتصار، بس انا مش بتكلم في كده، في ان احنا بنخطط لشغلنا، انا بتكلم في مساله تانية، هي انه انا ما بسيبش حقي. صح ولا ايه؟ لا ما بسيبش حقيقة خالص، انا صعيدية. الله، ايوه كده. ومولودة في اسكندرية. عشان كده فنانة مهولة. فانت بتتكلم مع مين؟ انت جيت مع واحدة صعيدية اساسا دماغها قفل مقفول، قفل مصدي والمفتاح ضايع. والمفتاح راح خلاص. خلاص استحالة نلاقيه. فهي بتقفل بقى مع الصعايدة بتقفل. صح. والاسكندرانية ملوك التكتكة. ايوه بس كده. طب مش هتقولي لي اي سر من اسرار الدور بتاعك في المسلسل غير الملامح العامه؟ هو بص، المسلسل حلاوته ان هو صراع بخطه كده، يعني طول الوقت جوه سوق السمك في صراع، بس تحس ان يعني معمول له خطه مدروسه سواء من الجانب الشرير او من الجانب الطيب. مين اللي اتقرص قرصة موت؟ يعني مين اللي فوز تحديدا قرصته قرصة موت؟ قرصة بدم. هو اساسا جوزها. أيوة. اللي هو طارق النهري اللي هو شداد. ناوي يتجوز عليها. انا كده يعني كده انا بقول لك الحلقه مثلا السبعه. لان هو راجل مزواج اساسا، ان هو كان متجوز قبل منها اللي هي سلوى خطاب. فهي هتبقى حيرانه، هل تحارب بره اللي هو الحرب اللي هو ضد المعلم مع اخوها الجنتل، ولا تحارب جوه بيتها اللي هو الراجل الطماع اللي هي واقفه جنبه وافتكرت انه مش هيتجوز تاني عليها وهو ناوي يجيب لها ضر. يا ويلي. وهي بقى انفه وتنك قوي، يعني ما تجيلهاش اي ضره كمان. فهو ناوي يرمرم ويجيب لها ضره، يعني اي كلام. خلاص كده لبس في الحيط. كان الله في العون. بتحارب جوه وبتحارب بره. كان الله في العون، كان الله في عونه طبعا. انتصار شر عندها هيزيد. كمان يعني هنفضل في حاله تصاعد شر على مدار الحلقات. في وبعدين في الاخر قنبله ذريه.
احنا كده هنحرق المسلسل، ما تقوليليش القنابل الذريه. ما انت اللي انت اللي بتستدرجني في الكلام. انا سعيد بصراحه، يعني انا بالنسبه لي ان انا استدرجك وتجاوبي ده شيء رائع. انتصار كل سنه وانت طيبه دايما. انا جايه لك لقاء ان شاء الله. ده لازم، ما انا شبطان. انا شبطان منتظرك وتنوري وتشرفي، ومتالقه دايما، وانت عارفه ان انا دي شهادتي الحقيقيه والله، مش عشان احنا على الهوا، بس دي الحقيقه 100% يعني. دايما متالقه ودايما مبدعه. كل الشكر ليك يا انتصار، ورمضان كريم، وعلى كل حبايبك. صعيديه اسكندرانيه في دور فوز في مسلسل المعلم، لازم تشوفوا المسلسل ده.